بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما هو العتاب الكبير الذي كان في قلب مولاتنا زينب عليها السلام، والذي كانت تخفيه بقهر في قلبها؟ كان هناك ألم كبير في قلبها. هل كان هذا الألم هو مقتل الحسين عليه السلام؟ هل كان هو مقتل العباس عليه السلام، مقتل عبد الله الرضيع إلى غير ذلك؟ لا، كان هناك ألم كبير جدا، عتاب كبير جدا في قلبها. ما هو؟ عندما دخلت مولاتنا زينب عليها السلام مجلس يزيد عليه اللعنة، لم تقل له أولا لماذا قتلت الحسين عليه السلام، أو لماذا حرقت الخيام، أو لماذا قطعت عنا الماء. إنما تكلمت أولا عن حجابها، لماذا هتكه. فأول الخطبة قالت السيدة زينب عليها السلام ليزيد عليه اللعنة: أمين العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. كان هذا هو الألم الكبير في قلب زينب سلام الله عليها، لأنه كان هذا هو دورها في كربلاء، الحفاظ على الحجاب الذي حاول يزيد عليه اللعنة أن يهتك ستره، وأن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمع ماجن لا يهتم أبدا بالحجاب والستر. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.